الانفجارات الغامضة عادت من جديد ومرة أخرى لضرب العمق الإيراني، وكان هنالك انفجارا قبل 48 ساعة من الآن في الداخل الإيراني. وإذا ما ألقينا نظرة على هذه الخارطة لنعرف تماما أين تم هذا الانفجار، هنا الأراضي الإيرانية وهذه هي الأراضي العراقية وهذه هي العاصمة الإيرانية طهران، وغرب طبعا إيران في هذه النقطة هي تمثل مدينة سننج الإيرانية. إلى جنوبها على مسافة 5 كيلومتر تقريبا هنالك مدينة يطلق عليها مدينة حسين آباد، هي التي تم فيها الانفجار. التلفزيون الإيراني الرسمي نقل تفاصيل هذا الانفجار وكذلك هذه اللقطات وهذا الفيديو الذي يأتي من iranpress.com والذي يوضح هذا الانفجار والقصة الرسمية من هذه القضية بأن هنالك انقلابا لصهريج للوقود فيه المازوت أدى إلى مقتل 3 وجرح 6 وأضرار هائلة جدا في 30 وحدة سكنية. كما تلاحظون هنالك انقطاع للتيار الكهربائي عن هذه المنازل، والغاز كذلك تأثر بشكل كبير، وأيضا السيارات والعجلات يعني أصبح فيها ضرر خطير للغاية في تأثير كبير جدا على المواطنين الإيرانيين ومأساوي للغاية. وبالتالي هذه الانفجارات وتحديدا التركيز على قضايا الانفجارات في قضايا الوقود والاستهداف المباشر لهذه المكثفات الغاز وغيرها هي دائما تحدث وتحدث بغموض عالي وبتأثير عالي كما نلاحظ دائما. المثير بهذا الأمر بأن قبل 3 أيام من هذا الانفجار الذي نتحدث عنه كان هنالك انفجارا آخرا إلى غرب العاصمة الإيرانية طهران، وطبعا هنا كما تلاحظون هذه هي العاصمة الإيرانية طهران، ومن عمق طهران وعلى بعد تقريبا 40 كيلومترا هنا نصل إلى مدينة كرج. في مدينة كرج كما تحدثنا كان هنالك انفجارا هائلا ومدويا ومفزعا للناس الموجودين هناك، لم يعرف أحد ما الذي جرى. وكانت في البداية السلطات الإيرانية قالت بأنه ليس هنالك أي انفجار ونفوا هذا الخبر، ولكن بعد ذلك أكدوا بأن هذا الأمر هو كان جزءا من المناورات العسكرية الإيرانية تحسبا لأي هجوم إسرائيلي ممكن أن تتعرض إليه إيران. وهنالك عدد من المشاكل في هذه القصة. المشكلة الأولى أن في مدينة كرج وعلى مسافة 10 كيلومتر تقريبا هنا في هذه النقطة التي ترونها هنالك منشأة كرج لصناعة أجهزة الطرد المركزية التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم، وهي المنشأة الوحيدة التي تقوم بصناعة أجهزة الطرد المركزية، وسابقا تمت مهاجمتها من قبل إسرائيل العام الماضي تحديدا بطائرة مسيرة وتسببت في الكثير من المشاكل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران نفسها حول هذه القضية. بالإضافة إلى ذلك أن هذه المناورة العسكرية لم يكن أحد يعلم بها، إلى درجة أنها أفزعت الناس بشكل كبير للغاية في كرج. وهذا الأمر هو ليس المرة، وهذه القضية ليست المرة الأولى التي تحدث بهذه الطريقة، بل إن الشهر الماضي من العام الماضي نفس القضية تماما حدثت فجأة على منشأة نطنز النووية، انفجار كبير في سماء منشأة نطنز على مسافة 20 كيلومترا من منشأة نطنز، وأيضا السلطات الإيرانية اتخذت وقتا لكي تفسر هذه القضية ولكي تتحدث إن ما جرى هو عبارة عن مناورة عسكرية، والمفاجأة الكبرى كانت بظهور هذه الطائرة المسيرة على مسافة ليست بالبعيدة أبدا من منشأة نطنز التي نتحدث عنها والتي يتم فيها تخصيب اليورانيوم على نسبة 60%. ظهرت هذه الطائرة المسيرة التي هي تأتي مشابهة ونسخة مشابهة طبق الأصل من طائرة RQ-170 الأمريكية، تستخدم للقضايا التجسسية وكذلك لعمليات القصف، واختفت هذه الطائرة وأخذتها السلطات الإيرانية وانتهى موضوعها. ولكن بعد ذلك أيضا كانت هنالك انفجارات مفاجئة فوق مفاعل بوشهر، انفجارات كثيرة جدا أيضا مفزعة لم يكن أحد يعلم بهذه الانفجارات، وكذلك كان هنالك توقفا لمفاعل بوشهر بشكل مفاجئ، وقالوا الإيرانيين بأنهم يقومون بعمليات مناورات عسكرية. فلذلك ما حدث في قضية كرج وأنها تحدث فوق منشأة مهمة جدا مثل منشأة كرج لصناعة أجهزة الطرد المركزية هو لا يأتي الأمر من فراغ أبدا، وهو يثير الكثير من الشكوك، خاصة وأن إسرائيل رادار بعد انفجار كرج أكدت وتحدثت عن unconfirmed reports، أي بما معنى تقارير غير مؤكدة نقلتها بهذا الشكل على تويتر، تحدثت بأن الانفجار هو ناجم عن صاروخ باليستي كان ينقل إلى موقع سري هو الذي انفجر. لذلك الكثير من الغموض والكثير من علامات الاستفهام، ولكن
بعد انفجار كرج هذا الذي نتحدث عنه بيوم واحد فقط وقبل يومين من الحريق والانفجار في صهريج الوقود الذي تم في مدينة حسين آباد، كان هنالك أمرا ذكرته يدعوت أحرنوت مثير للغاية متعلق بهذه القضية التي تمس المواطنين، لهذه الحوادث التي تمس المواطنين الإيرانيين بشكل مباشر، وهذا الذي قالته يدعوت أحرنوت: ستهدف إسرائيل إلى خلق ورفع المشاكل الداخلية داخل إيران كجزء من عقيدة جديدة لإضعاف النظام الإيراني، وسيصدر بنت ألا وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قريبا تعليمات لقادة الدفاع للمضي قدما لتحقيق هذا الهدف الجديد. وهذه ليست أول مرة نسمع بهذه القصة أو هذه الاستراتيجية، قد نكون أمام التطبيق نحن هنا. هذه القضية سمعنا عنها في العام الماضي في شهر أكتوبر، نهاية شهر أكتوبر تقريبا، منها آرت الإسرائيلية التي تحدثت بأن استراتيجية إسرائيل الجديدة هي الضغط على الطبقة الوسطى من الإيراني لكي ينتفضوا على النظام الإيراني، لكي يضغطوا على النظام الإيراني لتحقق إسرائيل ما تريد تحقيقه في هذه القضية. وهذه القضية قد تكون هي مؤثرة بغض النظر هي صحيحة أو غير صحيحة، هي تعتبر من ضمن الإرهاب أو غير ذلك، هذه تعتمد على التفسيرات لكل طرف، ولكن هذه القضية قد تكون مؤثرة، خاصة وأن هنالك تظاهرات قبل يومين، كانت هنالك تظاهرات بهذا الشكل للإيرانيين في الداخل. هؤلاء المتظاهرون ليسوا معارضين للنظام، لا أبدا، بل هؤلاء هم من المقاتلين الإيرانيين الذين قاتلوا في الحرب العراقية الإيرانية، قاتلوا العراق لمدة 8 سنوات وهم مؤيدين إلى النظام الإيراني وإلى وضع الإيراني، يطالبون بحقوقهم الاقتصادية، يشتكون من الوضع الاقتصادي ويطالبون بحقوقهم التي يريدونها من النظام الآن الذي طبعا يترأسه إبراهيم رئيسي. وبالتالي هنا يبدو القلق بالنسبة للإيرانيين بأن هنالك مشكلة، هذه أطراف المفروض مساندة لا تخرج بتظاهرات بهذا الشكل، فواضح أن الوضع محتقن والإسرائيليين يبحثون عن الضغط بشكل أكبر، ولذلك نحن هنا واضح جدا أصبحت الأمور بالنسبة لإسرائيل على الأقل حتى هذه اللحظة بأنهم يريدون الضغط على المواطنين بشكل عالي لكي يتظاهرون بشكل أكبر، ولكي أيضا هذا الضغط يؤدي إلى مكاسب في القضية النووية ومنع إيران من التفكير من الوصول إلى القنبلة النووية مع التدهور الذي تشهده طبعا مفاوضات فيينا. أما بالنسبة للميليشيات الموجودة في العراق فواضح بأن الإسرائيليون ليسوا قلقين أبدا من الفصائل المسلحة عدا قضية واحدة ألا وهي الطائرات المسيرة، ولكن التحالف الدولي واضح هو يتصدى بشكل كبير لهذه الطائرات المسيرة، لن تنجح هذه الطائرات المسيرة من تحقيق أي شيء ضد التحالف الدولي رغم التصعيد الكبير الذي شهدناه على مطار بغداد، على قاعدة عين الأسد وغيرها من الاستهدافات، لم تحقق الكثير. حتى الفصائل المسلحة الموالية لإيران في سوريا عندما هاجمت التحالف الدولي، التحالف الدولي يرد، ولكن الأوساط الإسرائيلية مثل إسرائيل هيوم على سبيل المثال وجدت بأن التصعيد الأكبر بالنسبة للإسرائيليين هو سيكون مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وأنهم يتوقعون بأن هذه الفصائل هي وحزب الله اللبناني من الممكن أن يردون على التصعيد الإسرائيلي الذي شهدناه في الفترة الأخيرة بعد اجتماع نفتالي بنت مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين. فلذلك هم يتوقعون تماما بأن هنالك تصعيدا وضربة ممكن أن تأتي من هذه الفصائل أو من حزب الله اللبناني، وقد يكونوا محقين في هذه القضية، خاصة وأن 8 أيام الأولى من هذا العام عام 2022 لوحظت حركة شحن للأسلحة مثيرة للغاية من إيران إلى الداخل السوري وتحديدا إلى مطار دمشق، كان ظهرت هذه الطائرة بهذا الشكل في يوم 1/1 من هذا العام، طائرة شحن تابعة إلى خطوط فارس قشم التابعة طبعا إلى الحرس الثوري الإيراني، وهي تنتقل من طهران فوق الأجواء العراقية مباشرة إلى مطار دمشق الدولي. وهذه هي تفاصيل الطائرة التي ترونها، هي بوينغ 747، وطبعا هذه الطائرة كما نلاحظ قشم فارس إير، واضح جدا هي تابعة وهي طائرة شحن للسلاح، وصلت بقيت لمدة تقريبا 5 ساعات وبعدها عادت أدراجها مباشرة بحسب الفلايت ريدار 24 بهذا الشكل فوق الأجواء العراقية إلى طهران. مرة ثانية ظهرت هذه الطائرة، نفس الطائرة ونفس الطريقة في يوم 4/1 أيضا بهذا الشكل فوق الأجواء العراقية متوجهة إلى مطار دمشق الدولي. وإذا ما ذهبنا إلى تفاصيلها نفس الطائرة تماما 4/1 بوينغ 747 بنفس الرقم المسجل لديها، شحنت الأسلحة بقيت 6 ساعات تقريبا وبعدها عادت أدراجها عبر الأجواء العراقية.
وهذا الأمر تكرر في اليوم التالي في يوم 5-1 أيضا بهذا الشكل. لوحظت نفس الطائرة بنفس الطريق وبنفس الأسلوب، نقلت الأسلحة وعادت إلى إيران مرة ثانية، وكذلك في يوم 8-1 أيضا بهذا الشكل لوحظت هذه الطائرة وهي تعود من مطار دمشق فوق الأجواء العراقية إلى إيران، وهذه هي طبعا أرقام التسجيل الخاصة بها 8-1 بوينغ 747، نفس الرقم نفس الطريقة نفس الشحن. وبالتالي نحن نتحدث عن 4 شحنات خلال 8 أيام الأولى من عام 2022، هذا يوضح تصعيد كبير جدا من هذه الأطراف، وقد يتوافق تماما مع تصعيد ورفع ميزانية الحرس الثوري الإيراني إلى الضعف تماما مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي واضح جدا بأن هنالك شحن للأسلحة كبير للغاية من هذه الأطراف، وهذا الأمر كله قد يضع مطار دمشق تحت المطرقة، وقد يضع مطار دمشق أنه يتعرض إلى قضية إسرائيل قد تهاجمه بشكل كبير مع هذه الشحنات التي نتحدث عنها، خاصة وأن الإسرائيليين الشهر الماضي من العام الماضي أيضا بسبب إحدى الشحنات التي جاءت من نفس الطائرة هاجموا مطار دمشق وهاجموا هذا المدرج تحديدا الذي ترونه هنا، قصفوه بالكامل وأخرجوه عن الخدمة تماما لأنه يستخدم من طائرة الشحن التي نتحدث عنها في ضربة موسعة. طبعا في حينها إذا ما اقتربنا قليلا من هذه النقطة، هذه النقطة هي التي قصفوها الإسرائيليين، وإلى آخر صورة للقمر الصناعي تقريبا قبل 72 ساعة هي توضح تماما بأن هذه الضربات التي نريد حقيقة أن نوضحها لكم، هذه ضربة وهذه ضربة وهذه ضربة، المدرج كله دمر بهذا الشكل، ولا زالت هذه القضية لم يحلها النظام السوري أو الحكومة السورية، لم ترمم هذا المدرج، ولذلك هو تماما لا تستطيع الشحنات أسلحة إيران أن تصل إلى هذا المدرج أو تهبط فيها، وبالتالي مع هذه الشحنات التي نتحدث عنها مع عدم تصليح هذا حقيقة المدرج، فهذا يضع مطار دمشق تحت المطرقة إذا ما كانوا يستخدمون هذه المدارج بهذا الاتجاه مثلا للشحنات الأسلحة، قد يضربها الإسرائيليون ويخرجون هذا المطار عن الخدمة إذا ما استمرت هذه العملية بهذا الشكل، كما حدث مع ميناء اللاذقية مؤخرا من ضربة إسرائيلية مثيرة للغاية أيضا حدثت في الشهر الماضي. هذه القضية وهذا التصعيد الكبير قد نرى شيئا إيجابيا يأتي من المفاوضات النووية التي دائما ما نتحدث عنها والتي ممكن أن تحل الكثير من هذه القضايا، ولكن الإيرانيون اتخذوا خطوة مثيرة للغاية ألا وهي معاقبة أكثر من 50 أمريكيا وتحديدا من الإدارة الأمريكية السابقة، إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. بهذا الشكل جاءت العقوبات العديد من الأسماء المهمة الأمريكية، فيها جزء مهم جدا، فيها سياسيين مهمين في هذه القائمة طبعا، واحدة من الأسماء هي نيكي هيلي وهي مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، فرضوا عليها عقوبات في قضية اغتيال قاسم سليماني، ردا على هذا الاغتيال عاقبوا بهذا الشكل الأمريكيين على أساس أنهم يجمدون أصول هؤلاء الأمريكيين في إيران، وأساسا ليس هنالك أصول لهؤلاء الأمريكيين أو حسابات بنكية مثلا في الداخل الإيراني، وبالتالي هي تعتبر عقوبات رمزية لا أكثر ولا أقل. ولكن المشكلة أن نيكي هيلي هي مرشحة جدا أن تكون هي مرشحة للحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024، وبعد هذه العقوبات وصدورها بهذا الشكل نيكي هيلي قالت بأن هذا وسام شرف لي أن أعاقب بهذا الشكل. كذلك تهديدات مستمرة إلى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية السابق، هذا الرجل أيضا هو يقدم نفسه الآن كمرشح عن الحزب الجمهورية الأمريكية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024، وأيضا ناهيك عن دونالد ترامب الذي قد يكون موجودا فعلا في مواجهة بايدن وهو المرشح الأبرز، وأن هنالك أيضا نشر لتهديدات مستمرة ضد هذا الرجل كهذا البوست الذي ظهر طبعا العام الماضي يظهر بهذا الشكل دونالد ترامب وهو يلعب الجولف بهذه الطريقة، نشر العام الماضي وأعادوا نشره الآن من جديد في تهديد إلى دونالد ترامب. إذا ما اقتربنا من هذه الصورة سنلاحظ أن دونالد ترامب يلعب الجولف، ولكن المثير من الخيال هنا سنلاحظ بأننا أمام طائرة مسيرة هي موجودة بهذا الاتجاه وهي تحلق فوق دونالد ترامب، أي بما معنى بأننا سنختالك يا ترامب مثل الطريقة التي اختلت بها الجنرال الإيراني قاسم سليماني. وبالتالي التهديدات مستمرة، وهذا ما يضع المشكلة الحقيقية بالنسبة للإيرانيين سياسيا، لأن الجمهوريين الآن بحسب الأوساط الأمريكية وبحسب الأوضاع فهم مرشحون أن يفوزوا ومرشحين بالفوز في مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية نهاية هذا العام في نوفمبر عام 2022، وكذلك صدق أو لا تصدق في مجلس الشيوخ الأمريكي قد يسيطرون أيضا عليه، وبالتالي هنا الظروف طبعا إذا ما استمرت الظروف على ما هي عليه هنالك الكثير من الأمور التي تأتي عكس التيار
لجو بايدن وإلى الحزب الديمقراطي الأمريكي. وواحدة من أهم الأسباب التي دائما ما هي تزداد هي الكورونا فيروس الأوميكرون. الآن يضرب الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوة، بل إن هنالك الدلتا كرون الآن الذي ظهر علينا بشكل رهيب للغاية. دلتا كرون الآن هو خليط بين الدلتا وبين الأوميكرون، ظهر أيضا الآن في اليونان في قبرص، وبالتالي هنالك مشكلة حقيقية جدا قد تؤدي إلى خسارة الديمقراطيين بالكامل للكونغرس الأمريكي، وكذلك خسارة جو بايدن للأمور الرئاسية. فقد تكون هذه العقوبات ليست طريقا حكيما بالنسبة للإيران إذا ما أرادوا الحفاظ على الاتفاقية النووية.